أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال استقباله في قصر العجب الدرعية أعضاء المعارضة السورية الذين اختتموا اجتماعاتهم في الرياض أن المملكة حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا وأن تعود بلدا آمنة مستقرة، سائلا الله عز وجل لهم التوفيق لما فيه الخير لسوريا وشعبها الشقيق والأمة العربية وأن تتوحد كلمة العرب في كل أقطاره. في بلدكم منطلق العروبة وهي بلد العرب كما تعرفون وتسمى جزيرة العرب، وأحب أقول لكم وأؤكد أن سوريا عزيزة علينا وتاريخاتنا مع سوريا تاريخية، ويهمنا سوريا والإخوان السوريين، ونرجو من الله عز وجل لكم التوفيق ويتمكن إن شاء الله من تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا. وأعيد وأكرر، نحن نريد الخير لكم، نريد جمع الكلمة، نريد أن ترجع سوريا كما كانت في الماضي. سوريا كانت تصدر المملكة هذه المستشارين، وصار منهم وزراء وصار منهم سفراء والأطباء من صغري وأنا بعد والدي الله يرحمه، وأنا أعرفهم تعرفون مع كل أحد. لذلك كما أن المملكة هي منطلق العروبة، لكن مسؤولية سوريا أكبر في هذه. وأكرر لكم أني أرحب بكم وأرجوكم التوفيق إن شاء الله، ما في خير سوريا واللي في خير سوريا في خير العرب ككل كلهم، ونأمل إن شاء الله أن تتوحد الكلمة في العرب في كل أقطاره وفي كل أماكنه، وإن شاء الله أن ربنا عز وجل سيستجيب دعائنا. وأقول لكم وأكرر، البلد هذه بلدكم والإخوة أخوانكم، ونحن الحمد لله لسنا في حاجة لشيء، لكن في حاجة أن نكون يد عربية واحدة في أمة عربية واحدة. وأقول وأكرر للآخرين مع احترام الأديان كلها أن العرب نزل القرآن في بلد عربي على نبي عربي بلغة عربية تكلم الله عز وجل، لكن من عهد الرسل والخلفاء إلى اليوم والأديان الأخرى تحترم، وكل إنسان دينه بينه وبين ربه على كل حال، لكن خدمتنا لعروبتنا والبلدان العربية فهذا شيء لا نتنازل عنه. وأكرر وأقول كذلك أننا نأمل لكم إن شاء الله الخير والسداد، ما في خير أخواننا في سوريا، وشكرا لكم.